مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله. منوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اهلي الليله زي ما معودين حضراتكم هنتكلم في كل ما يخص جماهير النادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه ان شاء الله يوم الجمعه القادم، مباراه الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري، مباراه مهمه جدا. حققنا فوز في المباراه الاولى في تكلب، ويعني الحمد لله ربنا كان معانا، هدفين لعلي معلول والناصر ماهر. لسه الاداء ومش عايزين نستعجل الاداء زي ما اتفقت مع حضراتكم، لسه لاسارتي بيتعرف على الفرقه، لسه الصفقات الجديده لسه مستنيين منها كتير جدا. رمضان صبحي بيدخل بقوه، حسين الشحات بيدخل بقوه، كل اللعيبه الحمد لله. حمدي فتحي بقى اضافه قويه كمان للفريق، ما شاء الله ما شاء الله. ياسر ابراهيم كمان، صفقات من العيار الثقيل. لعنه الاصابات لسه بتصيب لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله في طريقها للحل باذن الله. هيكون معانا ضيوف النهارده هنتكلم معاهم في كل ما يخص جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. معانا ضيف تقيل جدا جدا، الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يكون معانا بعد قليل يحدثنا عن كل ما يخص اعضاء الجمعيه العامه الموقرين للنادي الاهلي، كل ما يخص استفساراتهم واسئلتهم والاشتراكات. كل الحاجات دي هنغطيها مع الاستاذ طارق قنديل اللي شرفني بعد قليل. هيكون معايا كمان كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لنادي عجمان الاماراتي في الفقره الثانيه، هنتكلم معاه عن شكل النادي الاهلي، ونتكلم معاه عن تجربته الاحترافيه في الدوري الاماراتي وخبراته الكبيره جدا، واجهه مشرفه جدا للمدرب المصري في الامارات. تعالوا نطلع فاصل، مش عايز اخد وقت طويل لان هيكون في حديث طويل جدا مع النجم عضو مجلس اداره الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره الموقر، للحديث عن كل ما يخص اعضاء الجمعيه العموميه الموقرين للنادي الاهلي. نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا الكريم للحديث عن كل هذه النقاط. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، منورني ومشرفني دايما المره الثانيه، وبرحب بيكم المره الثانيه. ونورني وشرفني النجم الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، نور الدنيا. الله يخليك، ومرحبا بكل المشاهدين، ودايما بنبقى سعداء واحنا موجود في قناه النادي الاهلي. طبعا. اكيد بيتكم طبعا. بيتكم عندنا ملفات كثيره جدا، اعضاء الجمعيه العموميه بتسالوا عن عده ملفات، الاشتراكات والانشاءات والجماهير طبعا، الجماهير الاهلاويه، انشاءات الاهلي في الفروع الثلاثه، التجمع وشيخ زايد، مدينه نصر، وطبعا الجزيره، الانشاءات الجديده. عندنا ملفات كتير جدا نتكلم فيها ونطمن كل مشاهدينا ومتابعينا الكرام جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. تحب نبدا منين؟ ادي لك نقطه البدايه. نقطة البداية ان الحمد لله خلال السنة اللي فاتت من يوم تكليفنا بمجلس إدارة النادي الأهلي واستكمالا للفترة اللي موجودين فيها، لو هنبدأ بخطة إنشاءات، اتعمل خطة إنشاءات مدروسة لها مواعيد محددة يتم التنفيذ بها، بتتابع بدقة من كل المسؤولين في النادي على رأسهم كابتن محمود الخطيب. الخطة دي نفسها بالتبعية بيبقى ليها بلان معين، المفروض ان انت تبدا تخلص في حاجات تلبي رغبات الاعضاء اول باول. يعني في حاجات كانت محتاجه انها الاعضاء ضروريه لازم كانت تتعمل، وفي حاجات معينه مختصه بالتطوير نفسه اللي احنا دارسينه للنادي الاهلي نفسه، كحاجات كتيره من ضمنها البوابات والاسوار وخلافه. لو تناولنا مثلا نبدا بالجزيره، الجزيرة في صالة الكاراتيه الجديدة دي خلال شهر إن شاء الله هيتم تسليمها. أسوار النادي انتهت بالكامل، الحمد لله مثار إعجاب للجميع اللي حصل في موضوع الأسوار، بحيث بتخش أي فرع من فروع النادي الأهلي خلاص هو ستامب واحدة كده، بتحس إن ده هو ده النادي الأهلي. زي أي كائنات المحترمة اللي ليها براند معين، من لحظة ما أنت بتيجي تدخله تحس بالكلام ده. حضرتك بتتكلم وبرجاوي جايب لنا كل الانشاءات، يعني ماشيين مع حضرتك بالصوره، اتفضل. خد بالك يعني عدد الاعضاء زادوا والقصه اختلفت عن زمان، وفي نفس الوقت بتلاقي ان البوابات نفسها سواء من الناحيه الفعليه او كده ما بتكونش مناسبه ولا ملائمه للاعضاء، حتى المكان الدخول نفسه يعني. يعني فالحمد لله يعني دراسات اتعملت كتير قوي هندسيه وانشائيه للكلام ده، وتم التنفيذ زي ما بقول لحضرتك كده. الجزيره كلها انتهت تقريبا يعني.
يعني كل اسوار النادي في الجزيره خلصت يعني. عندك في الجزيره في مدرج كان مهم اسوار ان احنا نعمل شكل للنادي حتى لو عندنا 50 60 فرع يبقى الشكل العام هو واحد، هو شكل النادي الاهلي. الحمد لله كل البراندات والكيانات الكبيره هي كده، لما تيجي تخش مكان واحد مختص بيه هو البوابه نفسها ومظهر السور نفسه هو بيعلن عن نفسه، انت تقول على طول ده النادي الاهلي من غير ما يكتب الاسم او اليقظه بالظبط يعني. بالظبط. عندك هناك في مدرج كرة القدم برضو في النادي الاهلي، تم البدء في اعمال التشطيبات. المفترض خلال 3 شهور ان شاء الله هيتم الانتهاء من الكلام ده الخاص بمدرج الكرة. ده مهم جدا برضو لان انت عندك برضو في مدرج اللي هو التاني اللي كان قايل المفروض قايل لسقوط المفروض ان احنا خدنا التراخيص ان احنا نزيله، فيعني دي مرتبطه بدي. وفي نفس الوقت المدرج ده كان بقاله فتره المفترض كان يحصل فيه انشاءات كتير، فالحمد لله خلاص يعني خلال 3 شهور القصه دي هتنتهي ان شاء الله باذن الله. في ان شاء الله يوم الاثنين الجاي هنفتتح ان شاء الله صاله الجمباز في النادي ده في الجزيره برضه. ميت نصر لما بتدخل ميت نصر بتحس ان في خليه عمل يعني خليه نحل كده من الانشاءات والاعمال موجوده هناك. عند حاجه في مناطق جلوس الاعضاء دي مشاريع قائمه يعني في من ضمن مشاريع قائمه المنطقه الترفيهيه دي هتبقى على اعلى مستوى، هتبقى حاجه كده براند جوه الانديه المصريه يعني لما تعمل في النادي الاهلي. جميل. في الاسوار، في البوابه الرئيسيه، ده اللي متعلق اللي هو بميت نصر. الاسوار تم انتهاء المرحله الاولى في مدينه نصر. ميت نصر المرحله الاولى انتهت في مدينه نصر. باقي المشروعات ان شاء الله هتسلم تباعا اعتبارا من اول فبراير. تمام. لو دخلنا على الشيخ زايد في مجموعه مشروعات مستقبليه مدة التنفيذ فيها كلها هتبقى سنة من استلامنا للتراخيص، يعني جاري حاليا استقرار التراخيص من الجهاز المختص في الدولة. والمشروعات دي على رأسها طبعا في صالة جمباز وفي الكراتيه وفي مجمع سكواش. وفي أجزاء من البوابة الرئيسية بدأ العمل فيها يعني. بندخل على بعد كده إن شاء الله على المولود الجديد اللي هو القاهرة الجديد، فرع القاهرة الجديد. مدة تنفيذ المرحلة الأولى في فرع القاهرة الجديدة إن شاء الله هتبقى سنة ونص من استلام التراخيص. تمام. يعني مجرد ما هيتم استلام التراخيص سنة ونص هتنتهي المرحلة الأولى اللي هي افتتاح النادي نفسه. ده المكت مع قدام حضرتك الصارق والسادة المشاهدين، ده مكت نادي التجمع، نادي الأهلي في التجمع زي ما حضراتكم شايفينه، ده مكت تصوري. اتفضل. المرحلة الأولى هتبقى عبارة عن المبنى الإداري وملاعب كرة سلة ويد وأسوار النادي ومناطق جلوس الاعضاء. تمام. وبعد كده ان شاء الله لما تخش على المرحله الثانيه يبقى حمام السباحه وغيره من الحاجات الرئيسيه. تمام. كل الانشاءات دي الحمد لله بتتم في توقيتات محدده وفي ناس على اعلى مستوى جوه النادي، في اداره هندسيه برئاسه المهندس سامح كامل، في متابعه كامله في بعض المشروعات من الناس ثانيه جوه النادي مسؤولين. كابتن محمود خطيب بيتابع بنفسه المشروعات، حتى النهارده كان في زياره برضو متابعة المشروعات نفسها، وأوقات بيكلف من مجلس الإدارة زي المهندس محمد سراج إن هو يتابع بخبرته في العملية الإنشائية والهندسية. فالحمد لله مع المكاتب المتخصصة فكلها ماشية بانتظام وفي نفس الوقت في مواعيد محددة، وكل ما هو كل راحة أعضاء النادي الأهلي يعني كلها تلبية رغبات النادي الأهلي. لو اتكلمنا على الحتة دي اللي هي ليه أنت النادي الأهلي نفسه بيهتم بالحاجات دي، الحمد لله عندك أعضاء، أنت داخل على أضواء جديدة كمان متعلقة بدأنا فيها بالقاهرة الجديدة. داخلين إن شاء الله مستقبلا على سلسلة فروع المفترض إن شاء الله تكون داخل وخارج مصر تغطي حاجات كتير، ممكن تكون بنيولوج جديد بطريقة جديدة بأسلوب تعامل جديد في طريقة فروع نفسها. لكن كل ده بيتم دراسته إن أنت تغطي كل حاجة. في نفس الوقت الناحية الخدمية أنت شغال على محور خدمي وأنشطة خدمية واجتماعية ورياضية. المحور الخدمي طبعا بيشغل حيز مهم جوه النادي. الأعضاء الحمد لله في يعني لو اتكلمنا على المنافذ الموجودة جوه النادي
الاعضاء لقوا الفتره الاخيره كم براندات نفسها لمحلات اغذيه وخلافه والكلام ده، ومشروعات موجوده جوه النادي الاهلي ما كانتش موجوده قبل كده، وحاجات ذو ثقه. يعني بتنتقوا طبعا البراندات او الاسماء. في مدير مسؤول للكلام ده، وفي لجنه للمنافس، دي برضو ما كانش فيه الكلام ده قبل كده. في لجنه للمنافس دي مشكله من اعضاء مجلس الاداره مع بعض المديرين التنفيذيين جوه النادي. تمام. ودي برضو بتقوم على طول اول باول انها تبص على الحاجات اللي هي تليق بالنادي الاهلي سواء براندات او خلافه، وفي نفس الوقت تلبيه لرغبات الاعضاء، الحاجات اللي هم بيطلبوها اللي حاسين ان في احتياج ليها جوه النادي. وده كل ده حصل في الفتره اللي فاتت. حتى لو دخلت النادي الاهلي الحمد لله دلوقتي منظر حتى الشاشات، يعني الشاشات، الشاشه العملاقه اللي موجوده سواء في فروع النادي الثلاثه، حاجه مخليه الاعضاء عندهم الحمد لله نوع من الارتياح للمظهر العام، ولتقضيه وقت سعيد وملائم جوه النادي الاهلي ومريح. بتعملوا الحاجه اللي تليق بالنادي الاهلي يا استاذ وتليق باعضاء طبعا الجماعه العموميه. طبعا بالظبط. وده الطبيعي، ده المفروض، ده الواجب الطبيعي بتاعنا، لان هو ما فيش ملف بيطغى على ملف، لان هو ده اللي انت مكلف بيه كمجلس اداره. تمام. في ملف الخدمي والاجتماعي والانشائي، وفي الملف الرياضي، كل الملفات نفسها، لان النادي الاهلي برضه له وضع مختلف عن جميع الانديه بجماهيريته الكبيره جدا، تاريخه، وفي نفس الوقت الاوضاع. فانت يعني في كل الحالات بتلبي، يعني في كل وسط الكلام ده في ملفات بيتم العمل فيها بكل الجديه. عوده الجماهير ان شاء الله بانتظام لجنه جماهير برئاسه الاستاذ خالد مرتجي، دي لجنه بطاقه الجماهير، وعملت شغل كتير قوي في مراحل متقدمه بحيث ان هي استكمال للمنظومه نفسها الالكترونيه للنادي الاهلي الخاصه بالجمهور، اللي هو عايز برضو توصل في النهايه ان جمهور النادي الاهلي يكون متواجد، اللي هو راس مال الحقيقي للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت حرص على عليهم وعلى المنشآت وسلامة كل المنشآت الموجودة. فبتبقى عايز توصل للمنظومة دي في النهاية. النادي الأهلي هو قدره كده في كله، وما فيش برضو ملف يطغى على ملف. لأن عايز أقول لحضرتك حاجة، احنا 11 عضو مع كابتن محمود الخطيب مجلس الإدارة. احنا من حوالي 7 شهور تقريبا كابتن محمود الخطيب وزع على أعضاء مجلس الإدارة 15 مشروع، بحيث كل واحد يعني ممكن اكون انا مسؤول عن مشروع وعضو في لجنه في مشروع تاني يرأسه زميل ليا، بحيث ان كلنا يكون في عمل دقيق، كلها مشروعات بتعالج حاضر النادي الاهلي وليها رؤيه مستقبليه للنادي الاهلي. في نوع من التحديث بيحصل في النادي، لان هو ده برضه اللي يليق بالنادي الاهلي. انت في عصر خلاص ديجيتال وحاجات متعلقه بالكمبيوتر وخلافه، في تقدم رهيب في يعني لسه قريب معمول تعاقد مع حته الموبايل ابلكيشن، اللي هي ازاي برضه وانت قاعد جوه النادي الاهلي عندك اي حاجه متعلقه بالخدمه، مرحله متطوره هتعمل موضوع الاشتراكات من خلال النت، حاجات كتيره جدا بتحدث جوه النادي الاهلي. وده برضو ما بيخليناش نغفل عن دور الحمد لله العاملين جوه النادي. يعني العاملين جوه النادي، يعني عايز اقول لحضرتك خلال الايام اللي فاتوا والفتره اللي فاتت كلها كم الضغط على الاشتراكات غير طبيعي، لانك فاتح عضويه الشيخ زايد وفاتح عضويه النادي كله وبتفتح عضويه التجمع القاهره الجديده. فعندك كله، واحنا عندنا احنا مؤخرا احنا الموافقه اللي هي عقود عجميه يوميه اللي هي لم تكتمل، ان احنا القاهره الجديده يبقى فيه 12,000 عضو، احنا واخدين موافقه على 12,000 عضو، والجزيره 1000 ده الحد الاقصى. الحد الاقصى، وبتحتاج اكتر من كده بترجع بقى لجمعيه يوميه. والنادي الاهلي اللي هو احنا يعني بتسمى مجازا كده احيانا الجزيره، هي عضويه اللي عامله في كل فروع النادي الاهلي ومقره، دي خدنا موافقه اللي هي العضويه الكامله يعني 1500. والقاهره الجديده انا قلت حكي القاهره الجديده 12,000 يعني، والشيخ زايد 10,000. لو هنتكلم حضرتك يعني كل لسه بنتكلم على برضه الحته المتعلقه بالاشتراكات والعضويات، وانا بشرف ان انا متواجد في لجنه العضويه مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي. وحضرتك كنت بتتكلم على لجنه العاملين. ده لجنه العاملين، ده قصه ثانيه. عايزين بعد ما عملت تحديدا، لان اعتقد ان حاجه مهمه مسمى لجنه العاملين. تمام.
اول حاجه هتطرق معاك على الاشتراكات وماذا يحدث في النادي الاهلي حاليا، ان في خليه نحل تمام. متواصله على طول في الكلام ده. احنا فاتحين باب الاشتراك زي ما بقول لحضرتك في الشيخ زايد والعضويه الكامله وعضويه القاهره الجديده. تمام. اولا لو حضرتك تبص على ليه النادي الاهلي، طبعا الحمد لله بخلاف اسم النادي الاهلي يعني براند يطغى على اي براند يعني، وفي نفس الوقت عندك الناحيه الخدميه والاجتماعيه والانشطه الرياضيه اللي موجوده جوه النادي الاهلي. تمام. والمساحات نفسها. تمام. يعني انت عندك فرع اللي هو الجزيره مقر النادي 17 فدان. تمام. الشيخ زايد 127 فدان. تمام. مدينه نصر 51 فدان. الفرع الجديد في القاهره الجديده حوالي 50 فدان. فكم المساحات الحمد لله اللي بيتلوها نواحي خدميه وانشائيه ورياضيه تبقى موجوده جوه النادي تليق ان شاء الله بالايه بالمساحات دي. وما زلت انا رايي ان يعني عضويه النادي الاهلي حتى الان حتى بعد الزياده اللي هتبقى من اول فبراير مقارنه بامكانيات النادي الاهلي والنواحي اللي موجوده والفروع اللي بيستمتع بيها والناحيه الخدميه وكيان اداري مستقل الحمد لله بسيستم قوي، كل واحد في النادي الاهلي عارف هو مسؤولياته ايه، جوب ديسكريبشن واضح بيعمله يعني بينفذه. فاسعار برضو مش يعني مش الحمد لله في متناول ان هي العضو اللي بيرغب في طلب العضويه في النادي الاهلي. تمام. حاليا الجزيره العضويه العامله للنادي كله بمقره الرئيسي بكل فروعه 350,000. تمام. 350,000 ده كاش، ولو قسط العضو بيدفع نص القيمه 175,000 والباقي على اربع سنين بالاضافه للمصاريف الاداريه. تمام. العضويه يعني فيها تسهيل جامد جدا. 150,000 والباقي على اربع سنوات. بيدفع 175,000 اللي هو نص القيمه والباقي على اربع سنوات بالاضافه للمصاريف الاداريه. تمام. المصاريف الاداريه لما تحسبها حضرتك هتلاقيها برضو معدلها يعني اقل من فايده البنك نفسها. تمام. يعني. في نفس الوقت في عندنا عضويه الشيخ زايد 125,000 ومن 1 فبراير هتبقى 175,000. تمام. يعني اللي عايز يشترك لغايه 31 يناير ان شاء الله قدامه الفرصه اللي هو يشترك بالسعر الحالي اللي موجود 125,000. 1/2/2019 او 1 فبراير بالظبط كده لغايه 1 من 1 فبراير هتبقى 175,000. تمام. وممكن بيدفع لو عايز يقسط بيدفع النص برضه كاش والنص الثاني بيدفعه على اربع سنين بخلاف المصاريف الاداريه. عضويه النادي كلها 350,000. النادي بفروعه كلها 350,000. هتبقى من اول فبراير ان شاء الله برضو دي فرصه لغايه اخر يناير. عضويه النادي يا استاذ اللي هي اللي يدخل كل الفروع. كل الفروع. 350,000. كل الفروع ولها حق حضور الجمعيه يوميه وكل حاجه. 350,000 جنيه عشان برضه نوضح للساده المشاهدين والراغبين في الاشتراك في النادي الاهلي، فعضويه النادي الاهلي بيدفع منها لو عايز تدفعهم 350,000 كاش او 175,000 والباقي على اربع سنوات بجانب المصاريف الاداريه. بالظبط. اللي هي بتكون اقل من اقل من فوائد اوكي. الثاني فرع الشيخ زايد الثاني برضو اكيد عايزين نعيده للساده المشاهدين. الفرع لو هيدفعوا كاش بيدفع 125,000. 125,000 من 1 فبراير هتبقى 175,000. هتبقى 175,000 ولو هيقسط بيدفع نص القيمه والنص الثاني بيقسطه على اربع سنين بخلاف المصاريف الاداريه. تمام. لكن التوتال كله 350,000 لو عايز يدخل الاربع فروع. الاربع فروع بالظبط كده. تمام. وما يستجد ان شاء الله من فروع النادي الاهلي. تمام ان شاء الله. في ميزه موجوده في اللائحه عندنا كانت اللي هي 3 سنين ان انت ممكن تعمل ابجريدنج لعضوتك، يعني لو حضرتك عضو في النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد من يوم اشتراكك لمده 3 سنين لك الحق ان انت تعمل العضويه. تعمل العضويه لتكمل بقى تستكمل وتعمل العضويه الكامله لكل فروع النادي الاهلي. في اللائحه في اللي هي اللائحه الاخيره اللي وضعت في النادي الاهلي كنا مرة في الشيخ زايد والأعضاء طلبوا وقدموا للكابتن محمود خطيب مقترح إن يبقى في تيسير أكتر من كده في القصة دي. فساعتها فعلا تم تلبية الرغبة وبقت 4 سنين ودي تم الموافقة عليها في اللائحة. فده أوبشن موجود جميل جدا إن حتى اللي بيشترك النهاردة في فرع من فروع النادي الأهلي يعني النهاردة اللي هيشترك في القاهرة الجديدة ب 200,000 لغاية 31 يناير قدامه إن هو يستمتع
بالميزه اللي هو عايز يكمل خلال اربع سنين الاشتراك لغايه 350,000 ويبقى مشترك في الفروع في كل افرع النادي وما يطرق عليها من فروع. بالظبط. لو اشترك من 1 فبراير هيبقى قدامه الاربع سنين بال 500,000 بقى. ان هو يعلي بس بال 500,000 يعلي حدوده تبقى كل افرع النادي بس بال 500,000. تاني يا استاذ طارق بعد اذنك. عضو النادي الاهلي اللي بيشترك في اي فرع من فروعه اللي هم الفروع اللي هم ايه؟ اللي هو فرع الشيخ زايد وفرع القاهره الجديده. لا مدينه نصر بيعامل معامله الجزيره. بيعامل معامله الجزيره. مفيش اشتراك فرع مدينه نصر. القاهره الجديده. تمام. الشيخ زايد والقاهره الجديده. لغايه نهايه شهر يناير اللي بيشترك في اي فرع من الفروع دي بيستمتع بميزه ان هو يحق له خلال اربع سنين من تاريخ اشتراكه يقدر يعمل يستكمل ويعمل عضويه كامله لكل افرع النادي الاهلي. تمام. بالسعر اللي هو 350,000 لغايه نهايه يناير الحالي. جميل. جميل. قدامه اربع سنين عشان يعمل ابجريدنج تاني. بال 350,000. تمام. ده الشيخ زايد وده القاهره الجديده نفس الحكايه. تمام. القاهره الجديده او 200,000 هيستمتع بال 350,000 لغايه نهايه. تمام. يناير اللي هو اشترك بالكلام ده خلال الاربع سنين. خلاص دي وصلت ووضحناها مرتين لحضراتكم. تمام. بعد 1/2 هيدفع ال 500,000. بعد 1/2 لو هو عايز يعمل لا بعد 1/2 هقول لحضرتك من 1/2 اللي هو اشترك في اي فرع من فروع النادي الاهلي اللي هم القاهره الجديده والشيخ زايد يحق له خلال اربع سنوات من 1/2 ان هو يعلي عضويته ويخليها في كل افرع النادي بكام بقى؟ يستكمل ال 500,000 بالقيمه الجديده. يستكمل هو استكمال 150,000 زياده. يعني هو بالظبط كده يستكمل ال 500,000 يعني اللي عايز دلوقتي يلحق. فالحمد لله يعني دي من ضمن برضه مزايا النادي الاهلي. الحمد لله في لائحه اتعمل فيها شغل غير طبيعي تليق بالنادي الاهلي، فيها شفافيه، فيها حمايه حقوق اعضائه. يعني ممكن اقول لك حاجه، حتى قريب حصلت ان كانت محمود خطيب كلفنا ان احنا شوفوا على حته الاربع سنين، بصوا على الناس اللي اشتركوا في الشيخ زايد في لان هو الفرع الحالي اللي كان موجود بس بالظبط في الشيخ زايد في اوائل افتتاحه بالظبط. بدانا على طول عمالين نبعت جوابات للناس وخطابات وتنويه وكده لان دي فيها هو المبلغ اللي هيخش للنادي في حين في وقت الاستكمال من الناس دي من يعني اخواتنا اللي هم طالبي الادويه او اللي هم اعضاء في الشيخ زايد هيبقى مش مبلغ كبير للنادي بس الشفافيه تقتضي عليك. هو ده بقى الحوكمه اللي بنقول عليها اللي هي في كل المؤسسات المحترمه. تمام. اللي هو بيتعمل في النادي الاهلي. تمام. ليه؟ هقول لحضرتك اللي اشترك في النادي الاهلي تاريخ انشاء فرع الشيخ زايد 22/3/2015. تمام. بنفس المنطق اللي كنا بنتكلم فيه اللي اشترك في النادي الاهلي في الفتره دي في 22/3/2015 باللائحه الجديده اللي اقرت من جامعه يوميه قدامه اربع سنين. اربع سنين اللي هي بتنتهي في 2019. تمام. ان هو يعلي اشتراكه من 70,000 وقتها كان اشتراك النادي فرع الشيخ زايد لكام حضرتك العضويه الكامله بقى؟ عنده اربع سنين بسعر العضويه الكامله وقتها. تمام. العضويه الكامله وقتها كانت 120,000 120,000 جنيه. يعني يدفع له الحق. يعني الكلام ده مستمر لغايه 30/6/2019. تمام. ازاي؟ اللي اشترك في 22/3 يبقى قدامه لغايه 21/3/2019 اللي هو اشترك في 2015. اللي اشترك في شهر 5 سي 1/5 قدامه الواحد اللي 30/4/2019 الاربع سنين. الشيخ زايد اللي هو يدفع كام بس؟ يدفع 50,000 جنيه على اللي هو دفعه قبل كده ويبقى عضو في كل فروع وفي مقر النادي الاهلي عضويه كامله. جميل. وعلى فكره الحمد لله يعني ودي بتديك ايحاء يعني بتوضح ازاي ان الاعضاء نفسهم بيلقوا ارتياحا وبيحسوا بالناحيه الخدميه والاجتماعيه وغيره جوه النادي الاهلي ان بتلاقي جزء كبير من اللي اشترك في فرع عمل ابجريدنج وعلى اشتراكه يعني كم التحولات اللي حصلت من الشيخ زايد للعضويه الكامله كلها للنادي الاهلي عدد كبير وما زال الاعضاء بيعملوا الكلام ده. ف يعني انت عندك الحاجتين، انت بتدي لراغب عضويه النادي الاهلي اوبشن اللي هو يشترك في فرع وفي نفس الوقت بتمكنه ان هو باسهل طرق ان هو يقدر يعلي عضويته ويبقى عضو في النادي كله
في النادي كل بكل بمقره وكل فروع. بالظبط. تتكلم في نادي اهلي زي ما حضرتك قلت، اسم كبير، براند كبير، بتقدمه خدمه وكمان بتحدثه في الخدمات وبتختاروا براندات تليق باسم النادي الاهلي وتليق باعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وايضا هيعود بالنفع الكامل على النادي الاهلي عموما وعلى جماهيره زي ما حضرتك قلت. لكن تعالى قبل ما نتطرق لاحاديث اخرى يا طارق، حضرتك بتقول ان في توزيع في كذا لجنه، الكابتن محمود الخطيب موزع اختصاصات، الاستاذ طارق كذا، مين كذا، يعني كل حد في لجنه عشان الموضوع يبقى فيه توزيع اختصاصات زي ما حضرتك قلت. لكن في الاول وفي الاخر ما بيبقاش اللجنه مقفوله على صاحب الاختصاص فيها، مش كده؟ يعني لو حضرتك عايز تستعين بحد من لجنه تانية، عايز تاخد راي حد تاني، في الاخر او في المجمل حاجه واحده. بالظبط. بص يا فندم، برضو عشان يبقى واضح للمشاهدين ومحب النادي الاهلي، اللي هي الطريقه اللي ماشي بيها مجلس اداره النادي. تمام. يعني انا برضو ادعي ان انا ما لقيتش غربه وانا شغال في النادي الاهلي، اللي انا بقى لي حوالي 33 سنه في مؤسسه محترفه الحمد لله بيشهد لها يعني. تمام. فهو نفس السيستم اداري اللي موجود في المؤسسات المحترفه جوه النادي الاهلي. تمام. اللي هو العمل الجماعي. احنا كمجلس اداره ما فيش يعني ما فيش حاجه اسمها في ملف مسؤول عنه طارق مثلا. لكن هذا الملف طارق ممكن يستعين بغير من من, من زملائه ويساعدوا فيه. بالظبط. والحمد لله الروح اللي موجوده عندنا في النادي الاهلي يعني غير طبيعيه، موجوده في مجلس اداره، كم تعاون غير طبيعي. خبرات بتتنقل من مجموعه ليهم خبرات جوه المجلس في النادي، بتتنقل لزملائهم جوه المجلس. في نفس الوقت يعني السنه اللي فاتت كان في كل على فكره اعضاء مجلس الاداره الحمد لله كل واحد في ملف ليه بيعمل باقصى ما يكون. اكيد. وفي نفس الوقت الروح اللي موجوده جميله جدا في حته ان كله عايز يشتغل للنادي الاهلي. السنه اللي فاتت استاذ محمد الجاري وحسن محمد ضماطي الاثنين نظموا البطولات بتاعه حضرتك، البطولات الافريقيه الخاصه بالالعاب الجماعيه اليد والطايره وعلى اعلى ما يكون. الدكتور مهند مجدي واستاذ محمد سراج مكلفين بالبطولات الطايره السنه دي الافريقيه، والاستاذ جوهر كره السله على اعلى ما يكون. ملهاش علاقه بقى في التعاون ما بيننا، مجرد ما كلفوا مثلا الدكتور مهند والاستاذ محمد والدكتور محمد سراج مثلا يكلموا طارق تكليف معين، وده بيحصل على طول، بقى اكلف وبشتغل لان النادي الاهلي كده يعني. او ميزه العمل الجماعي مش حتى بس ان هو كسيستم، هو ده العمل الجماعي، ان انت بتكلف بملف زي حاجه في الانشطه الخدميه، زي الانشطه الاجتماعيه، زي الانشطه الرياضيه. عندك ملف الكوره طبعا، المجلس من اول لحظه وهو مفوض كابتن محمود الخطيب بملف الكوره. اكيد يعني ما اكيد. فالحمد لله قادر على ادارته بكل الشفافيه، وعادي جدا خلال السنه الماضيه احنا كجمهور النادي الاهلي كلنا على فكره ان بيحصل، بنبقى مدركين ان اوقات بيحصل ان الفرقه اعاده تجديد واحلال وبقى كلنا ثقه في الملف دوت. في نفس الوقت اما بيحصل اي حاجات فيها متعلقه بنتائج او غيره، ده لا ينفي ولا يلغي المسؤوليات التضامنيه لمجلس الاداره كله. اكيد. لان احنا برضو في الحاجات اللي هو يعني في ملفات معينه هقول لحضرتك حاجه. جميل قوي، جميل قوي. الرعايه وقت الرعايه والبث والعود. بس انا عايز اقف عند النقطه حضرتك اتكلمت فيها، اللي هي التفويض لا يعني ان اخلاء المسؤوليه على المفوض نفسه. التفويض لا 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 ان انا متضمن تضامنا كامل معاه ده حقيقي، مهما يكون مين. طبعا يعني الاستاذ طارق قنديل، الدكتور رانا علواني، استاذ جرحي، استاذ ضماطي، مهما كان بيتبقى في النهايه مسؤوليه تضامنيه للمجلس كله. انا مسؤول عن اي تصرف من زملائي يعني. فكلنا في اي حاجه من المتعلقه بالاعمال جوه النادي الاهلي وما يكلف به هي مسؤوليتنا كلنا. جميل قوي. ده ما بيلغيش ده، لان الدليل على كده ان في حاجات بيبقى مجهود معروف متميز لحد يعني. ادام تناولنا الكوره يعني بتذكر حته كابتن محمود خطيب في ملف الرعايه والبث، وكلنا عارفين ان هو مجهود ذاتي ويعني اشتغل بخبراته فيه وكلامنا. في النهايه احنا بنتصدر كلنا المشهد كمجلس اداره. اكيد. يعني هو نفس الكابتن بيروح قايل مجلس الاداره. فبالتبعيه التفويض لا يلغي المسؤوليه التضامنيه لينا كلنا. وفي جمله دايما برضو للكابتن اللي هو حته الجمهور نفسه اما بيكون النتائج فيها مشكله، يعني ده بيقول له الحق ان هو يغضب، لان هو الجمهور هو اللي بيشيل النادي وبيشيلنا كلنا على الاعناق اما بتتحقق. جميل، جميل. فالحمد لله يعني كلنا مدركين قيمه ومعنى ومضمون
اسم النادي الاهلي. جميل قوي. والعمل الجماعي اللي احنا مكلفين بيه ان شاء الله دايما هيدي نتائج كويسه. مش هيبقى فيها لان في النهايه كله بيتسابق في خدمه النادي الاهلي وبعمليه منظمه. يعني بيتم الاستعانه بكل زي ما بقول لحضرتك الروح الموجوده بيننا وبين بعض كزملاء في المجلس. سواء المجموعه القديمه والمجموعه الجديده الشباب الصغير كله الحمد لله على اعلى ما يكون في اسلوب التعاون والتعامل وفي نفس الوقت هو سيستم النادي الاهلي. نحن دورنا جوه مجلس الاداره بنخرج من مجلس كل واحد شغال في الملف بتاعه ما يتعلق ناحيه خدميه ناحيه اجتماعيه ناحيه رياضيه جوه النادي ولكن في كيانه وكينونته لا عضو عامل في النادي الاهلي ملوش امتيازات اللي هي بتخليه ليه اي وضع مختلف هو يعني عن غيره يعني هو جميل. ده النادي الاهلي جميل. استاذ محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي او كابتن محمد مرجان كنت اتكلمت معاه كان في مداخله كل فتره صعبه وضغوطات من كل الناس كان في ضغوطات كبيره جدا لو اسمه يفضل النادي الاهلي شكل مجلس الاداره كله استاذ في الازمات اللي حصلت اللي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي كان شكله ايه؟ لا هو بس مش ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي هو الطبيعي ان انت وانت موجود بتدير مكان في حجم النادي الاهلي عادي جدا بيبقى فيه عندك اهداف طموحات تحديات جميل. ازمات هو ده عامل كبير يعني حضرتك لو في كيان صغير لا يبقى عنده لا اهداف ولا تحديات ولا طموحات ولا ازمات الكيانات الصغيره مش كده. ازمات انما لا وازمات برضو ممكن انا قصدي الضغوطات الخارجيه لا اللي حضرتك الازمات دي على فكره كلمه ازمات دي متعارف عليها برضو في المؤسسات الكبيره ان انت في بعض الاحيان بتدير ازمه يعني مش معناها ازمه بالمعنى اللي هو الدارج لا يعني ازمه ممكن يكون في وقت من الاوقات وانت بتدير ملف معين ممكن يكون الامكانيات الطموحات اكبر من الامكانيات الموجود ممكن يكون حاجه كتير يعني الحمد لله انا بتكلم على الازمه بمفهومها العام ولا المفهوم لا الازمه لا انا بتكلم على الضغوطات اللي كانت اللي تحملها النادي الاهلي في الفترة الكبيرة ضغوطات كبيرة جدا جدا من مختلف المناحي. هقول لحضرتك برضو ما بتكلمش على الأزمات اللي هي الأزمات العادية اللي بتحصل ده طبيعي في المؤسسات جدا. الكبيرة الكلام ده طبيعي والتميز بتاعك هو في إدارة الأزمة. جميل. في المؤسسات الكبيرة ده طبيعي جدا مش أي حاجة بقول لحضرتك لو كان صغير لا عنده لا أهداف ولا طموحات ولا أزمات ولا أي مشاكل بيبقى ماشي ولا في أي مشكلة إنما الكيان الكبير هو كده لازم ادارته كده وان الانطلاقه والا ما كانتش الانطلاقه الكبيره دايما بتحصل لان في تاريخك وحضرك وبكره ان شاء الله كم انطلاقات كبيره بتحصل من ايه؟ من دايما بيبقى فيه الكلام ده لو في عدم في او ما يعني عايز اقول لحضرتك اوضح اكتر لو في عدم ادراك ليها او الحاجات مش مخطط ليها لا دي بقى قصه ثانيه انما انت وانت شغال لا عندك في ريسك في مخاطر في حاجات كتيره قوي ممكن تتعرض ليها وهو ده النادي الاهلي. في نفس الوقت الحمد لله مجلس اداره كله بقياده كابتن محمود خطيب كابتن محمود خطيب تعرض وهو قبل كده في مجلس الاداره مع اولا ما بنقول ملف الكوره هو كان شريك في كل الانتصارات اللي حصلت قبل كده مع كابتن حسن حمزه وكان بيدير ملف الكوره بالظبط يعني بالزبط. في نفس الوقت حصل قبل كده مش بنقول ان احنا كمشجع وكلنا وكابتن محمود كلنا لهفين ان الفرقه تبقى اعلى ما يكون النهارده قبل بكره اكيد مش معناه ان احنا بنقول ان ما حصل في تاريخ النادي الاهلي في فترات كتيره ان بيحصل دروبات عادي جدا بس يتم التعامل معها ازاي وده الحمد لله اعتقد الفتره الاخيره بكل يعني بكل الادوات المتاحه قاد كابتن محمود بصلته مسؤول عن ملف الكوره الكلام ده يعني اللي هو يلبي ان شاء الله طموحات وجماهير النادي الاهلي. الجديد على القصه ان بقى في منافذ الاعلام والسوشيال ميديا متعدده. وفي نفس الوقت الحمد لله عندك الناس اللي موجوده في المجلس عندهم من الوعي الكامل جميل. اللي هي من التعامل مع الكلام ده. حضرتك لو بصيت على الناس اللي موجوده الحمد لله كل واحد فيهم له مكانه في عمله وله وعندك رجال اعمال ناجحين في عملهم ففي الادراك الحمد لله بالازمات وبالتعامل مع المشاكل وغالب علينا كلنا اهلاويتنا فيعني فالقصه الحمد لله ما بتمثلش بالنسبه لينا ازمه. فالنادي الاهلي الحمد لله بمنطق الازمه اللي هو بقى الدارج لا عمره ولا كان في ازمه ولا هيكون في ازمه جميل قوي هو بيبقى نوع من
النادي الاهلي حاجه جميله قوي في مصر. دايما بنقول هو حاجة جميلة يعني في كل مكان، قوة ناعمة موجودة في الوطن العربي كله. فأي هو كان الكبير الجميل هو كده. أي دروب، أي سوء نتائج في أي لحظة، عدم توفيق، الكلام ده كل العالم لهوف، العالم العربي كله لهوف، النادي الأهلي مركز معاه، لازم يقوم، وإحنا مدركين لكده يعني لقيمة وقامة ومكانة النادي الأهلي. فالحمد لله الكلام ده ما بيمثلش لاعب ولا بينتج عنه اي مشاكل تخلي ان في نوع من عدم الادراك في التعامل مع الكلام ده. جميل قوي. بس يعني عايز اتكلم برضو في نقطه تحديدا يا استاذ، حضرتك بتتكلم على ازمه اللي بيحصل في النادي الاهلي، ان هو الفرقه يعني بتريح شويه، مش بتريح يعني بتنام، لا، الفرقه بتهبط شويه مستواها، بيعلى شويه مستواها، ده وارد وده حصل كتير جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي. لكن انت بتبقى بتجيلك مشاكل، بتتصدر لك مشاكل، بتصدر لك مشكله، بتصدر لك انتقادات كبيره جدا اساسا، وانت مفيش حاجه، زي ما حضرتك بتقول مفيش عندنا ازمه اساسا يا جماعه، احنا ما عندناش ازمه، لكن مختلقين الازمات، مفتعلين المشاكل، اللي عايزين ينالوا من النادي الاهلي. هو دي الدايره اللي بتكلم فيها، المجلس اتحملها كويس قوي، كان في تكاتف كبير جدا مع حضراتكم، مع الكابتن محمود الخطيب، ده اللي بتكلم فيه تحديدا، مش بتكلم على الازمات العاديه اللي هي بتحصل على مدار حاجه. انا مدرك طبعا طبيعه السؤال، وفي نفس الوقت باكد لحضرتك ان احنا الحمد لله في نوع من التوازن النفسي عند المجلس كله، اللي هو بيتم التعامل مع الامور دي ازاي. لان في النهايه انت زي ما اقول لحضرتك، في اهداف، في طموحات، في حاجات كتيره قوي، انت لو تفرغت لتناول حاجات تانية بعيدة عن شغلك يبقى انت ما بتشوف شغل. جميل. في نفس الوقت التفاصيل اللي هي انت عندك، لو كلمنا عن النشاط الرياضي، اجهزة فنية انت مسؤوليتك اختيارها على اعلى ما يكون، وحاجات كتيرة قوي، وتوفر كل الامكانيات المتاحة، وفي نفس الوقت بتحاسب في نهايتها، او لو حصل مرة واحدة أدرك المسؤول عن الملف إن في لازم تغيير يحصل، بيرجع لمجلس إدارة ويحصل. فالقصة الحمد لله أدام أنت في إطار إنك شغال شغلك بأسلوب علمي وبعيداً عن أي انفعالات وبطريقة إدارة صح، ما بتخشش في الكلام ده. وإلا هقول لحضرتك حاجة حلوة قوي، إحنا قريب الحمد لله الميزانية والجمعية يومية، يعني كان في ثقة في المجلس، ولأن كان أمنيتنا إنها تكتمل اللي هي مناقشة الميزانية. حضرتك لما ترجع بالتاريخ هتلاقي مثلا إن إحنا تولينا مجلس إدارة النادي الأهلي، كان في ما تولناش النادي كان عامل ميزانية وعرضت على جمعية يومية زي مؤخرة، لكن آخر ميزانية كانت في 30/6، تمام، والقانون أو اللائحة اللي كانت الاسترشادية اللي كانت موجودة ما فرضتش على زملائنا في المجلس السابق إن هم يعملوا جمعية يومية تناقش الميزانية، تمام. طب لك أن ترى إن إحنا بقى إيه الفترة اللي فاتت، أم الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق بجهد غير طبيعي مع إدارات النادي، فعمل مع المحاسب القانوني مع غيره، فعمل الميزانيات المتعلقة بفترات كتيرة اللي هي فترات متعددة، محدش طلع قال أصلا إحنا، لأن ده هو ده استمرارا، ولا حد بيطلع يتكلم. أما جه التقرير قبل كده سواء في شوية ملحوظات على حاجات متعلقة بمجلس النادي حالي سابق مش عارف، الكلام ده ما بنشوف، بنرد على النادي الأهلي، حصل على طول رئيس النادي شكل لجنة على طول للقيام بالرد، ولو حضرتك لو شفت كله ده بترد على النادي الاهلي سواء سابق. احنا كاسلوب شغل اللي هي برضو حضرتك يتماشى مع العمل الجماعي والمؤسسات المحترمه اللي هي بتعمل مع كيان اسمه النادي الاهلي. جميل. مش بقى اشخاص. جميل قوي، جميل قوي. وانا جاي في الطريق النهارده هقول لك حاجه كده جميل، نطلع شويه التراب اللي في الجو، فالناس بقى متضايقه تراب وبتاع، والله العظيم يا استاذ انا جه في دماغي اللي بيحصل، السيناريو اللي بيحصل دايما حوالين النادي الاهلي، بقى السنه كلها جميله ويجوا من ثلاثه تراب، يقول لك بصوا التراب، وسايبين كل السنه جميله. بتبقى شايف المنتقدين للنادي الاهلي اللي انت بينك وبينهم مساحات كبيره جدا، معنى الفرق برضه ومناخ وفصول كبيره جدا، زي الثلاث ايام التراب وباقي السنه كلها جميله وحلوه، ويمسك لك في الثلاث ايام التراب دول. برضه حاجه هتفرق بين منتقدين، سواء الانتقاد ده طبيعي وعادي جدا وبنفتح باب المناقشه مع كل أوي. الناس جميل قوي، ان عضو جمعيه يوميه جمهور النادي الاهلي زي ما وضح حضرتك من شويه، قلت
رئيس النادي بحكم ان هو اكثر من تعامل مع الجمهور لانه نجم جماهيري على في تاريخ مصر. بالزبط. يعني دايما كان كلمته لينا ان انت ما جمهور النادي الاهلي يغضب له الحق في الغضب، لان هو ده الجمهور اللي بيشيلنا لما بيكون في انتصار. دول ما فيش عليهم اي لوم فاطلاقا. طبعا. ما فيش دايما مرحبين انتقادات عدو جماعه وما لصالح النادي دايما. خالص. بالعكس بقول حياتي الجماعه وما اللي فاتت. بالزبط. كنا نتمنى ان تكتمل خلاص. فبكل وسائل الاتصال مرحبين بكل حاجه. النوع اللي هو ده انتقاد بقى عشان مش ينال منك، ينال من النادي الاهلي. هو ده قيمه النادي الاهلي. ما تشغلش بالك بيه. يعني يعني انت يعني حاجه يعني الناجح او اللي بيقود مؤسسه ناجحه قدرها كده ده الطبيعي. زي ما بقول حضرتك، هو الكيان الصغير ما حدش هيجي ناحيته، الكيان الكبير كل الناس هتهتم بيه، وبعض الاحيان كارهيه اكتر من محبيه بيبقى عندهم الفوكس والاهتمام الجامد جدا لان ده هو ده الكيان الكبير. فاحنا مدركين برضو احنا نمثل ايه، نمثل قامة النادي الاهلي. يعني كلنا يعني انا حضرتك اول ما دخلت مجلس اداره النادي الاهلي، انك تخش قاعه مجلس اداره النادي الاهلي تشعر بالمهابه. الله. بالمهابه والفخر. ده النادي الاهلي. فلو احنا مش مدركين قمه النادي الاهلي يتم التعامل ببساطه مع الحاجات، انما لا، ده كيان كبير قامته كبيره جدا، وبالتالي طبيعي جدا انه يكون مثار حديث ومسار ناس ان هي عايزه تنال منه، فده طبيعي. يطلع فصل حضرتك تشرب حاجه سخنه كده ونرجع نكمل الحديث الممتع مع النجم استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. نرجع مع حضرته بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ومنورني ومشرفني الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي الموقر. لو تفتكروا حضراتكم في حديث ليا معاكم قبل كده قلت لكم ان النادي الاهلي مش هيستخسر ولا صفقه، او هيجيب لكم كل الصفقات اللي حضراتكم طلبتوها بالاسم. الكلام ده قلناه من زمان جدا، لكن ساعتها ما كانش ينفع نعلن عن اسماء، وما كانش ينفع نعلن عن توقعات او توقيع لاعبين للنادي الاهلي او الانضمام للنادي الاهلي، ما كانش ينفع لان ما كانش لسه جت فتره الانتقالات. لكن قلت لكم كنت متاكد من الكلام لاني كنت عارف ايه اللي حصل يعني. فاعتقد ان احنا بعد حمدي فتحي اعتقد ان احنا جبنا كل الصفقات اللي حضرتك طلبتها بالاسم. عشان كده سؤالي للاستاذ طارق، لما يكون مجلس اداره مشكل يدير نادي الاهلي وهو عاشق للنادي الاهلي او محبين كلهم نادي الاهلي، هل ساعات القلب بيغلب شويه عن العقل في الاداره؟ لا، هو القلب طبعا موجود في تشجيع النادي، وفي زي ما بقول لحضرتك احنا قبل ما نبقى اعضاء مجلس اداره جمهور. لكن في مسؤوليه النادي الاهلي زي اي مسؤوليه عمل اداري مهم ومحترم. يعني كل الصفقات اللي طلبوها الجميله يا استاذ طارق حضراتكم جبتوهم، كل الصفقات بالاسم جابها النادي الاهلي بالاسم. بص يا فندم، اداره زي ما قلت لحضرتك بالنسبه لملف كره القدم الحمد لله بيدار على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت دي فترة تجديد وإحلال بتحصل كل يعني ده قدرنا أن حصلت السنة دي لمجموعة مع أسعار كتيرة جدا في السوق والقصص مختلفة يعني. ومع ذلك الحمد لله تم إدارة الملف بحرفية كاملة جدا ولا يتبقى غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى جدا. يعني وده برضو الطبيعي اللي هو الحمد لله النادي الأهلي. وزي ما أقول حقيقة اللي هو كيفية التعامل مع إدارة النادي نفسها. جميل. اللي هو عندك زي ما حضرتك في أي مؤسسة بتعمل بلان معين أو بتخطط لحاجات معينة، لو حصل كرايسيس أو حصل حاجات أزمة معينة في وسط الكلام ده ممكن بتغير تخطيطك. ده في أي مؤسسة محترم. والحمد لله برضو بيحصل في النادي الأهلي، إن بتبقى ماشي في سكة معينة في ملف معين، طرق جديد في حاجات معينة، معطيات جديدة. التميز في إيه بقى؟ إن يتم على طول تقوم بالتعامل، بتغير طريقه التنفيذ نفسها للمعطيات اللي حصلت دي. جميل. فالحمد لله يعني في حته النتائج والقرار بيتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. اكيد. كل اللي يعني كل ما يمكن عمله
اتعب اتنفس فعلا اتنفس فعلا. الحته الثانيه على مدار تاريخ النادي في اجهزه وحاجات عايزه تتغير. احنا من يوم ما جينا وفي تخطيط معين لاجهزه كثيره جدا ومعدات وحاجات معلقه بمعدات طبيه دي على مدار سنين يعني كانت بتحتاج تحديث والكلام ده وبيجري تحديث كل الكلام ده والكابتن شكل اللجنه وبيديرها على حته سواء كده او سواء الملعب او خلافه كل الكلام ده. بس انت ما بتكون شغال في ملفات معينه بتبقى ليها في ترتيب التنفيذ نفسه اولويات. هو اولويات هي كلها اولويات بس حاجات بتطرأ نفسها بتخليك بتستعجل او بتغير التايم نفسه بتاع تنفيذ المشروع. دلوقتي الجماهير بقت واعيه جدا يعني عارفين مثلا حمدي فتحي مركزين معاه في ام بي مش عارف مثلا حسين الشحات عارفين كل لعيب وعارفين الصفقه وعارفين مين كمان لاعبين النادي الاهلي وعارفين مين اللي هيبقى ولاءه للنادي الاهلي مش للفلوس. وده موضوع مهم جدا يا استاذ. النادي الاهلي كمان اختار لعيبه غير ان هي لعيبه كويسه قوي عارفين ان ولائهم وحبهم للنادي الاهلي. يعني برضو ما احبش اتطرق للتفاصيل اللي هي متعلقه بفنيات اختيارات واداره صفقات وخلاف والكلام ده بس. انما في النهايه انا كواحد جمهور النادي الاهلي طبعا في عز الحالات اللي فيها سعار مغالاه ماديه في حاجات او خلافه او كده وان يتبقى هو اسم النادي الاهلي وده الحمد لله اللي موجود وكان موجود وهيبقى موجود على طول ان في وسط الكلام ده في براند ليه سعر ليه تكلفه يعني اما اجي اشتغل فيه او العب فيه بيبقى فيه في فارق معين انا ممكن اتنازل عنه فارق كبير جدا مقابل ان انا اكون جزء من هذا الكلام جزء من هذا الكلام. حلو السعار المادي ده طبعا حلو قوي التعبير ده. وطب يعني زي ما حضرتك بتقول هو يعني ده موجود وفي نفس الوقت في ظل اللي موجود دوت يتبقى اسم النادي الاهلي اللي ربنا يديمه يا رب على مدار العصور يعني. يا رب يا رب. تعال نتكلم عن النادي الاهلي. حضرتك مكلف بهذا الصندوق او اداره هذا الصندوق. الحمد لله في عندنا صندوق العاملين للنادي الاهلي. هو على مدار قبل كده هو كان بيبقى ليه عباره عن مذكرات او كده. هو كان كابتن محمود الخطيب والمجلس كلفوني يمكن من تاني جلسه تقريبا ان باداره الملف ده صندوق العاملين وان يكون ليه لائحه تليق بالعاملين في النادي الاهلي. على مدار السالفه تم وضع لائحه تليق بالعاملين بالنادي الاهلي فيها كل الامتيازات يعني حاجات كتيره قوي تضاعفت وعليت مكافآت بقى متعلقه بمزايا كتير قوي للعاملين الحمد لله. سواء في لو في حالات الزواج حالات الزواج ابنائهم جميل. حالات مرض حالات لو مرض ما بيغطاش من خلال تامين النادي حالات طارئه جميل. حالات لا قدر الله الوفاه يعني حاجات كتير قوي حاجات اجتماعيه زي او دينيه زي الحج او العمره كم مزايا كتير قوي اتعملت للعاملين جوه النادي الاهلي في اللائحه دي. اللائحه دي اتعملت الحمد لله وتم اقرارها كمان في اللي هو في المجلس اللي انعقد بعده الجمعيه العموميه يعني الجمعيه العموميه كان لازم يعني هتدخل جمعيه عموميه واقرت في الجمعيه العموميه التي لم تنعقد ورجعت المجلس تاني. فمن ضمن مزايا في حاجه يعني ما اعتقدش ان هي موجوده دي اللي هو بيتم التعامل النادي الاهلي كانه شركه دوليه كده محترفه بالنسبه انه بيبص للعاملين ان هم راس مال حقيقي جوه النادي حقيقه. ففي اللائحه دي ان يحق ان النادي الاهلي المجلس الاداره ان هو يجب تخصيص مبلغ من فائض الميزانيه لصالح صندوق العاملين في النادي الاهلي جميل. وده حصل الحمد لله اتنفذت المره دي مكتوبه في اللائحه وفي الجمعيه الاخيره تم تخصيص مبلغ 1,000,000 جنيه مثلا للعاملين. فالحمد لله كم مزايا حاجات كتيره قوي متعلقه لان العاملين في النهايه هم جزء اصيل ورئيسي في النادي الاهلي. جميل جميل قوي جميل قوي. طموح جماهير ملوش حد. جميل النادي الاهلي يعني طموحاتها ملهاش سقف ملهاش حدود. النادي الاهلي عودهم ان اي بطوله بيدخلوا فيها هياخدوا الكاس بتاعها هم الاول في اي مكان. ده طموح مشروع لكن هم خلاص دلوقتي احنا حقنا اي بطوله حقنا اي انجاز حقنا اي دوري ان احنا بقى في الاول اي بطوله احنا في الاول واخدناها وخلاص وفي جبنا. بتواجهوا طموح الجماهير ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك هو بالعمل الجاد اللي بيليق بالنادي الاهلي ويليق وكلنا مدركين لطموحات
جماهير النادي الاهلي، لان كلنا قبل ما نكون اعضاء مجلس اداره احنا اهلاويه. ودي دي اللي سالت حضرتك عليها. ولحاجه برضه هرجع لك نقطه ثانيه اللي هي كلمه الكابتن رئيس النادي، ان في احيانا ان الجمهور لما يغضب ده طبيعي، ولان هو جمهور النادي الاهلي، لان هو الجمهور ده اللي صنع كل الاسامي المرتبطه باسم النادي الاهلي، وهو اللي وقت الانتصارات بيشيل الجميع فوق العنق. فطبعا طموح مشروع، وده قدر النادي الاهلي، وان شاء الله يظل دائما في الصداره يعني. يا رب يا رب. كابتن محمود الخطيب لما بيجي يتكلم مع حضراتكم على الجمهور تحديدا واستار، يعني نقول حاجات في الكواليس بس حاجات للجمهور، يعني الكابتن محمود الخطيب عنده الجمهور واعضاء الجمعيه العموميه ان هم ده جمهور النادي الاهلي ودول اعضاء جمعيه العموميه النادي الاهلي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان دول اللي عملوا بعد ربنا اسم بيبو، الجماهير واعضاء الجمعيه العموميه هم اللي قالوا بيبو، هم اللي كانوا بيهتفوا المدرجات بعد ربنا سبحانه وتعالى، هم اللي عملوا اسم بيبو. لما بيجي يتكلم معاكم على الجمهور تحديدا، لا هو كابتن محمود طبعا ما بيدخلش حته الشخصيه ان هو عمل اسم كابتن بيبو، لكن من هو قلبه. هو يعني للامانه هو زي ما قلت برضو حاجه لسه دلوقتي، يعني هو اللي هو بحكم ان هو النجم الجماهيري فهو القدر المدرك جامد جدا الجمهور نفسه، ده اللي بتكلم فيه، فاللي هو بيتعامل معانا بالطريقه دي زي ما بقول حاجة بالظبط كده، اللي هو اذا غضب جمهور النادي الاهلي ده طبيعي، فده غضب مشروع جمهور النادي الاهلي، يعني من حقه ان ينتقده، من حقه يغضب زي ما بقول حاجة، لانه هو اللي بيشيل الجميع فوق الاعناق في انتصاراته. فدي حاجه مسلم بيها الحمد لله ان جمهور النادي الاهلي هو راس مال حقيقي، هو العنوان الجميل جدا في المنظومه دي، اللي انت بتتكلم على مش جمهور في مصر لوحده، لا جمهور في كل انحاء الوطن العربي. اكيد. وسيظل الداعم الحمد لله للنادي. حطلك بس حاجه، كنا بنتكلم على حته العضويات من خلال النادي وكده، ان احنا مؤخرا كمان ان شاء الله هيقعد سوبريم كفاوي كان بيتكلم معايا في حته ان احنا هنبدا من الاسبوع الجاي نتلقى عروض، خطبنا البنوك هنتلقى عروض من البنوك بحيث يبقى متاح برضه لعضو النادي الاهلي اللي طلب اشتراك ان هو يشترك من خلال بنك او من خلال النادي. جميل. حته البنك بس هيبقى طبعا سعر الفايده هيبقى مختلف عن النادي، بس هيبقى في للي ما عندوش سيوله المقدم المقدم نفسه بتاع العضويه هتبقى ايسر، لان حاليا المقدم بيدفع كاش. تمام. لو هو بيتعامل مع بنك، البنك سعر الفائده هتبقى اعلى من الموجوده في النادي، لكن هيبقى عنده امكانيه ان هو هيبقى المبلغ كله بالظبط، يعني فدي برضو شغالين فيها مع العضويه اللي موجوده، مع العلم ان اللي موجود برضو في مزايا غير طبيعيه، زي ما بقول حاجه كده، سعر الفائده الموجود في القسط اقل بكتير من الاسعار البنوك. تعالى اسال حضرتك سؤال شخصي، لو قلت حضرتك طموحاتك في النادي الاهلي ايه؟ عايز تشوف النادي الاهلي ازاي؟ زي ما بقول حضرتك الحمد لله بيغلب علينا طابع من يوم ما دخلنا المجلس كلنا العمل الجماعي. فلو سالت على كل واحد طموحاته في المجلس هتلاقي طموح جماعي. قول الطموح الجماعي. الطموح الجماعي ان النادي الاهلي زي ما احنا قلنا وعود وايام الانتخابات وخلافه ولينا برنامج معين، ان شاء الله كل ما تم الوعد به ينفذ، وان النادي الاهلي في كل البطولات اللي بيشارك بيها بكل فرقه سواء فرق كره القدم او جميع فرقه الرياضيه في كل الالعاب يبقى رقم واحد دائما. يعني ونفسنا تاني ان شاء الله نلاقي الاهلي اكثر حظا للبطولات على يا رب. هو ساعات يعني النسر يعني بيتعب من الطيران بنقول للناس فبيريح شويه طبيعي ان شاء الله، والطبيعي ان شاء الله انه هيرجع تاني في اكثر حظا للبطولات القاريه ان شاء الله. زي ما بقول لحضرتك كده ساعات النسر بيريح شويه، لكن ده ما يخليش حد يعني فرق بينك وبينه جاب كبير جدا ان هو ممكن يتكلم عن النادي الاهلي بعراقته ببطولاته بانجازاته. احنا كلامنا كله عن النادي الاهلي الحمد لله، ما فيش لا انا ولا زمايلي حد فينا بيتكلم على حد تاني، كل كلامنا منصب على ما كلفنا به، اللي جميل. مكلفين به هو النادي الاهلي، مش مكلفين بحد تاني. جميل قوي. ودورنا كمان الحفاظ على حقوق النادي الاهلي، وده مهم جدا، يعني اللي بيمس حقوق النادي الاهلي لا بنحافظ على حقوق النادي الاهلي. تيجي ناخد الزميل العزيز كريم احمد من الجزائر للاطمئنان على بعثه النادي الاهلي برئاسه الاستاذ خالد البرندلي. كريم احمد اهلا بيك. We'll be right back.
بجد تحيه ليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، وبرحب كمان بعضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل المتواجد معاك في الاستوديو، برحب بيه. وتحيات بقى طبعا الاستاذ خالد النردلي عضو مجلس الاداره وامين الصندوق رئيس البعثه هنا في الجزائر، برحب بيك وتحيات الكابتن ميدو. استاذ طارق قنديل طبعا متواجد في الاستوديو، حابب تقول لي في البدايه خالد بيه؟ طبعا بحيي كابتن ميدو زميلي وصديقي العزيز الاستاذ طارق قنديل، وكان نفسي يبقى معايا، احنا يعني بنتفائل ببعض ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه كده زي ما بيكون معانا طارق. الرحله بشكل عام يا خالد بيه، يمكن طبعا ترتيبات كانت بتتجهز من القاهره، لان يمكن رحلتين، رحله داخليه ورحله طيران عاديه، حطينا في الاجواء وبتشوف الرحله ازاي والملعب، يعني الناس عايزه تطمن يا خالد بيه من خلالها. لا هي طبعا الرحله كانت شاقه شويه، ان انت بتنزل على، عارف لو كنت نزلت وبيت يوم، انما تنزلت قعدت في كام ساعه كده وغيرت الاوتيل تاني وخدت طياره ساعه ونص ورجيت مشوار بالليل متاخر، هي كانت شاقه شويه. بس احنا حتى الاساس ان احنا لما الكابتن سمير بيجي مع الكابتن سيد قبلها بيوم بيحضروا لنا كل حاجه، بيسهلوا لنا صعوبات كتيره جدا. احنا نزلنا المطار كان كل واحد معاه الكارت بتاع الاوضه بتاعته، الخمس ست ساعات دول مش هنقضيهم، ريحونا يعني كل حاجه، وده النادي الاهلي ده اللي اتعودنا عليه، يعني احسن تنظيم الحقيقه. جينا هنا برضو بالليل متاخر، لقينا كل حاجه متجهزه، كابتن سمير كان موجود هنا من قبليها مجهز لنا كل حاجه، ونظام الاكل ونظام الاوض ومواعيد التدريب كل حاجه الحمد لله كانت كويسه. بالنسبه للملعب بقى، احنا الملعب ترتان، فكان هم يعني تغفلوا شويه، مش احنا هنا على اساس ان احنا اللائحه بتقول ان احنا الملعب ترتان بيبقى لنا تدريبين في الملعب الرئيسي، فطبعا الكابتن سيد مصحصح وتمسك، طبعا تمسك بكده وخدنا التمرينين في الميعادين اللي احنا عايزينهم، النهارده هو بكره في نفس الميعاد الماتش بقى الساعه 8 ان شاء الله. الاجواء انا شايف يعني الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، الناس مستقبلينا كويس جدا. طبعا مش هننسى دور المقاولين العرب والسفاره المصريه واللي عملوه معانا، يعني بجد الحقيقه بنشكرهم كل الشكر والتقدير. وانا عرفت النهارده ان كابتن الخطيب كلم السيد مهندس رئيس مجلس اداره المقاولين العرب وشكروا على المجهود الكبير اللي هم عملوه معانا، وانا الحقيقه امبارح اتصل بيا السيد السفير المصري في الجزائر ايمن بيه مشرفه، وشكرته جدا على المجهود الكبير برضه من السفاره واستقبالهم لينا بكل طاقم السفاره. يعني الحقيقه ده هي دي مصر، وهو ده النادي الاهلي، دي مكانه النادي الاهلي، وهنا في مصريين كتير كمان على فكره جايين لحد هنا برضه من المقاولين العرب وغير، يعني جايين يساعدونا ويقفوا معانا، واي كل الناس عرض خدماتها، فحاجه تفرح الحقيقه. وبنقول يا رب بقى بعد كل المجهود ده نرجع منصورين ان شاء الله. نقطه كمان وهي مهمه جدا بتخص طبعا على ذكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والتدعيم الكبير خلال الايام الماضيه من الصفقات، بالفعل يمكن تم التجهيز وبيتم التجهيز حتى هذه اللحظه، بيتعاد القوام من اول وجديد، ده ليه مردود كبير جدا عند الجمهور وكان واضح بشكل كبير. بتشوف الخطوات والقرارات الرائعه من مجلس الاداره ازاي يا خالد بيه؟ شوف احنا مجلس الاداره ما تاخرش خالص، يعني كل الصفقات اللي كانت ممكن متاحه واللي طلبت واللي كانت محتاجها الفريق، احنا بنبني فريق جديد، مرينا بالكلام ده كذا مره، 2004 و2007 عملنا نفس القصه وجابت نتيجه كويسه جدا. النهارده بتبص تلاقي سواء اللعيبه الجداد اللي مدعم بيهم الفريق او الجهاز الفني الجديد، كل ده يعني مديك ان انت جاي النهارده نفسك تتفرج، عايز تشوف بقى التوليفه دي هتعمل ايه. اللعيبه النهارده لسه بقول لحسين الشحات بقول له تأقلمت؟ قال لي لا انا متأقلم من زمان. يعني اللعيبه نفسها عندها الرغبه انها تعيش الاجواء وتدخل جوه، انا شايف في الفطار والغدا والعشاء خلاص اللعيبه الجداد والقدام ما فيش فرق، يعني كله حاجه واحده. انا مبسوط جدا الحمد لله ان اجاي رجع تاني وسعيد هو ومبسوط وعنده روح حلوه وعايز يرجع يثبت. فالحقيقه يعني انا شاعر كده بان ده النادي الاهلي بتاع زمان، مش يعني مش هقول زمان هو ما حصلش حاجه، ولكن الدروب اللي حصل ده من اصابات اساسا اصابات وكان بعد عدم التوفيق، النهارده انا حاسس كده ان الدنيا بتعود. وبرده عايز اقول بطمن الناس ان بالروح اللي انا شايفها دي وبالروح سواء الجهاز الفني او اللعيبه الجداد او اللعيبه القدام، كل التالف ده انا بقول في اللي جاي احسن ان شاء الله. وبرضه بقول ان مش عايز اقول يعني اتفائل زياده، ولكن احنا ما حدش يزعل ان احنا
راح مننا كذا ماتش او حاجه، دوري لسه في الملعب. ده اللي انا عايز اقوله، ان برضه النادي الاهلي بيفاجئنا دايما في اخر لحظات بنتائج كويسه وباداء كويس، وده اللي احنا منتظرينه. وبيبقى بدايه النهارده ان شاء الله، بكره ولا بعد بكره الماتش كده نرجع بنتيجه كويسه، بتدي دفعه طبعا للعيبه والجهاز الفني، وبتدي ثقه، وحتى اللعيبه الجداد بيحسوا ان هم داخلين على نادي انتصارات اللي هو النادي الاهلي، اللي هم اعتادوا عليه. فزي ما تسمع كده جمهور الجمهور جاي. لا بس احنا ان شاء الله يعني، بس برضو بقول لك احنا مش حاطين في دماغنا ان فريق ضعيف فريق قوي فريق خالص، احنا جايين على اساس هدف ان نعمل بقى التيرنج بوينت، بقى نقطه التحول دي، ان احنا نرجع لانتصاراتنا خارج ارضنا زي زمان. فان شاء الله. واحنا كنا لسه يعني احنا برضو افريقيا، احنا ما رحناش بعيد يا جماعه، احنا افريقيا كنا في اخر المجموعه لما روح كنت معاهم في سفريه بوتسوانا، رجعنا غالبين 1-0 وطلعنا اول المجموعه، وصلنا النهائي، لم نوفق في النهائي بس مش اخر الدنيا. فانا بقول ان شاء الله كده الدنيا هترجع زي ما كانت، وتفائلوا يا اهلاويه. شكرا جدا، خلي بيه دايما موفق باذن الله. شكرا جدا. بنشكر اكيد طبعا امين الصندوق عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ خالد الدرندلي، وهاخد من كلامه طبعا يعني الجمهور النادي الاهلي لابد يكون في تفاؤل كبير خلال المرحله القادمه وخلال الفتره القادمه، تدعيمات على اعلى مستوى، جهاز فني اكثر من رائع، لعيبه تعلم قيمه قميص النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله المرحله القادمه، بطولات كلها داخل دولاب بطولات النادي الاهلي، الدوري، الكاس، بطوله افريقيا كمان ان شاء الله جمهور النادي الاهلي منتظرها. حتى هذه اللحظه يمكن كابتن ميدو تدريب النادي الاهلي شغال في طبعا بعض الامور التكتيكيه الخاصه بمستر مارتن، ان انت مفيش شافير، ودي كمان يمكن ليها تاثير في محاضرات على طول مع اللعيبه، وليد سليمان، رمضان، محسن، حسين الشحات، يعني ان شاء الله باذن الله يكون موفق في اختيار التوليفه، ويكون ايضا كمان النادي الاهلي ولاعيبته موفقين في هذه المباراه. برجع لك كابتن ميدو، وبرجع ايضا كمان لضيفك الكريم الاستاذ طارق قنديل. شكرا جدا للزميل العزيز كريم احمد، شكرا الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي وعضو مجلس اداره ورئيس بعثه النادي الاهلي في الجزائر. تحس ان الشكل واحد، نفس الكلام اللي بيتكلمه الاستاذ طارق قنديل هو اللي بيتكلمه الاستاذ خالد، هو اللي هيتكلمه دكتوره رانيا، هو اللي هيتكلمه كل اعضاء مجلس الاداره، اللي هيتكلمه رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. الشكل واحد في الاخر والكلام واحد، وحاجه بصراحه يعني تفتخر مش عشان حضرتك موجود، تفتخر بمجلس الاداره. ذلك كمان باذل مجهود غير طبيعي في امانه الصندوق، ربنا يوفقه يا رب، ومع كل المنظومه اللي موجوده جوه النادي، وان شاء الله يرجعوا مكللين بالنصر ان شاء الله، بالفوز ان شاء الله. ونهارك زي جمهور النادي الاهلي بقى له 10 يا اهلي، بلاش تسعه، بلاش اللي بعد التامن ان شاء الله يا رب، والثالثه تبقى ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، باذن الله نرجع منصورين زي ما قال الاستاذ خالد الرندلي، باذن الله نرجع لانتصاراتنا بره ارضنا وجوه ارضنا، باذن الله يرجع الاهلي المرعب، وما يعني ما راحش يعني يرجع بسرعه جدا. النادي الاهلي ما بيهتمش بالكره، هو هيرجع من نهائي، هو كان بيلعب نهائي يعني جماهير خلاص عندنا دلوقتي هو ده قدرنا الجماهير ما عندناش طبعا، ونتنا كلنا ان شاء الله بالظبط ان شاء الله بالظبط. النادي الاهلي زي ما قلت حضرتك مش كره بس، لسه جايبين مدير فني اجنبي لكره اليد، كل الالعاب بصراحه بيهتم بيها مجلس الاداره. ما ده بياكد لحضرتك ان كل الانشطه الموجوده في النادي، النشاط الرياضي اتعمل لائحه للنشاط الرياضي اشرف عليها الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي، اتعمل اما بيحصل اي حاجات متعلقه بالنشاط الرياضي برضو لو في دروب او خلافه على طول المجلس بيتدخل وبيقوم بالمفترض يقوم بيه. فبرضه كان في مشكله في اليد، على طول مجلس اداره الحمد لله تم تكليف مدير فني على اعلى مستوى، راجل اجنبي وتاريخه وحاجه السي في بتاعته ممتازه، ان شاء الله يقوم بالنهضه المطلوبه في كره اليد. فالملفات كتيره قوي، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده هو مفيش ملف في النادي الاهلي بيطغى على ملف، لا في حكم كمان اللي شغال جديد اللي هو المجلس ده بيعمله الحمد لله من ساعه ما جه، ان كل جميع اعضاء مجلس الاداره بيعملوا في ملفات مقابل دورهم الاستراتيجي اللي موجود جوه النادي، وهو في النهايه برضه عمليه لهم دور اللي هو الدور رسم السياسات وخلافه ومتابعه الانشطه وتشكيل الاجهزه وكل حاجه، ومتابعه على طول دوريه لما بحدث في النادي، وفي نفس الوقت مشتركين في لجان وحاجات تدعم تطوير النادي الاهلي وتحقق الاهداف اللي احنا عايزينها تحقق ان شاء الله النادي. تمام. عائله النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ما كانش مجرد اسم كابتن محمود اختاره لحملته الانتخابيه لرئاسه النادي الاهلي، ده شايفينه فعل دلوقتي بتطبقوه في كل حاجه بتعملوها، بتبقى فعلا شكل النادي الاهلي وعيلته فعلا، وفي روح النادي الاهلي.
يعني الحمد لله زي ما بقول لك هو النادي الاهلي بمفرداته بقاموسه هو ده اللي احنا مدركينه من زمان وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه، ان هو النادي الاهلي عباره عن اسره واحده، وفي نفس الوقت هي الاسره دي تشمل كتير العاملين وجمهوره واعضائه وكل ما هو يتعامل مع النادي الاهلي بيتم التعامل معاه بنفس الطريقه يعني. اللي بيتعامل طبعا اللي هي التعامل اللي فيه حاجات معاملات مع النادي يعني، يعني فبيتم التعامل كده، ان ده اسلوب تعامل النادي الاهلي اللي يرقى ليه كل المؤسسات اللي هي فيها ادراك لمعنى الاداره ومعنى انك تحط هدف ازاي وعايز تنفذه، وفي نفس الوقت مدرك لكل انواع الشفافيه اللي بتتعامل فيها. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا شاكر ليك وشاكر المشاهدين، ودايما الواحد بيحس بالدفء وهو في قناه الاهلي. تنورنا في اي وقت طبعا بيتك، ونورتنا وشرفتني، وربنا معاكم في اللي جاي. مسؤوليه تقيله وحلوه قوي في نفس الوقت لحضراتكم اعضاء مجلس اداره الاهلي، لكن طموح كبير قوي من الجماهير الاهلاويه، مستنيين من حضراتكم، مستنيين كل حاجه من الجماهير الاهلاويه. ان شاء الله تبقوا عند حسن ظن هذه الجماهير. ان شاء الله دايما النادي الاهلي يبقى فوق جميع ابنائه، ودايما النادي الاهلي في المقدمه ونمره واحد على مستوى الوطن العربي كله وفي العالم كله ان شاء الله. يا رب. نورت وشرفت استاذ، شكرا جدا لحضرتك. دي كانت فقرتنا الاولى مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اتكلمنا فيها عن كل الملفات اللي تخص حضراتكم كاعضاء جماعه عموميه وكجماهير اهلاويه زي ما قال الاستاذ طارق، وختم النادي الاهلي هيفضل دايما فوق الجميع، وان شاء الله يفضل رقم واحد في كل العالم باذن الله. نطلع فاصل عشان نستقبل الكابتن ايمن الرمادي النجم الجميل، ان شاء الله ينورني بعد هذا الفاصل، مدير فني نادي عجمان الاماراتي. نطلع فاصل ونستقبل نجمنا الكريم.